هذه العادة ما أعرف من أين جاءت، أنه إحنا ندعو الواحد باسم أمه أو نقرأ فاتحة باسم أمه، نقول مثلا مصطفى ابن زكية أو رشيد ابن مثلا نعيمة مثلا. هذا من أين جاء واقعا أنا ما أدري، يعني إلى الآن متحير هذا من وين وصلنا. في حين الإنسان الروايات تقول أن الإنسان المؤمن ينادى بمن؟ باسمه واسم أبيه، وينسب لأبيه لا ينسب لأمه، واضح؟ فإحنا هذه في الواقع هذا هو الصحيح، الإنسان ينسب لأبيه. الآن تقول لي خب شنو صار هذا اللي سويناه؟ إن شاء الله تعالى ما في إشكال، حتى لو ما تجيبين اسم، أقرأ فاتحة اللي بقلبي، منه أقرأ فاتحة السيد محمود الله يرحمه مثلا، أقرأ فاتحة حج فلان، هذا اللي في قلبك كافي. ولكن عموما لا أثر لما كان سابقا على أنه باطل، لا إن شاء الله تعالى ثوابه واصل. ولكن من الآن أن ندعو للآخرين ماذا؟ أن نعنونهم بآبائهم لا بأمهاتهم. الآن بحثت بالقرآن سورة الأحزاب الآية مولانا الخامسة، الآية الخامسة، بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين. الآية القرآن يقول أنت لما تريد تنادي واحد نادي بمن؟ نادي بأبيه، وإذا ما تعرف أبوه قل أخي المؤمن إخوانكم في الدين، اللهم مثلا هذه الفاتحة لإخواننا في الدين، أو مثلا فلان الذي هو من المؤمنين. فهذا اللي هي تعاليم الإسلام.